بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصباح تنسلم على الجمهور ديالي كامل داخل المملكة وخارج المملكة، تنسلم على الأمنيين صحابي اللي جا الشرطة اللي يهنيوني وتيشجعوني، وتنسلم على الرؤساء ديالي ديال الأمن اللي تيهنيوني وتيشجعوني، وتنقول لكم بأنه فعلا وقع واحد الخلاف، مجرد خلاف مع الحدث 24، مجرد خلاف اللي باقي الساعة ما تحل شيء، ولكن ماشي قاطعة، ولكن تنقول لكم بأنه تنبشركم بأنه القناة ديالي راني وجدتها قناة خاصة بيا واللي سميتها قناة خراز. قناة خراز هاد القناة خاصة بيا واللي غنبتها من المسكن ديالي، وغتكون قناة رسمية بالنسبة ليا واللي غتشوفوها، وغادي يكون غادي نحاول ندير أول حلقة، غنشوف مع والدي اللي هو التقني واش غنديروها السبت ولا الحد، ولكن سي سور غتكون أول حلقة هي السبت مع السبعة، غتكون الحلقة الأولى ديالها اللي غتخرج فيها القناة ديالي. فتحتها تنبشر جميع الأصدقاء ديالي، تحت قناة خاصة بيا أنايا، وهاد القناة هي اللي غتكون إن شاء الله اللي غتبقاو تشوفوها وغتبقاو تفرجوا فيها وغتبقاو تابوني فيها. وتنشكر جميع الإخوان اللي هناوني بعد هادشي اللي درت، وهادشي جا تحت الضغط ديالكم وتلبيات المطالب ديالكم، والناس اللي طالبوا تيقول لي دير قناة خاصة بك. أنا درت القناة ديالي وكلكم تشوفوا دوك الفيديوهات السابقين ديال القناة، وكلكم تشوفوا من الحدث 24 ما غنحيدهمش، ماشي أنا كاع في هادشي هذا، أنا ماشي محسن، كلكم تشوفوا ديك القناة. وكاين خلاف بيناتنا ماشي قاطعة، ولكن القناة ديالي هي هذه الرسمية اللي غتشوفوها إن شاء الله، وسميتها الخراز، وغنطلب ولدي باش يوريكم الواجهة ديالها، الباب ديالها غادي تشوفوه. وشكرا شكرا شكرا، تنحييكم وأنا فرحان بزاف 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 اليوم، شكرا.